مساء الخير عليكم. دلوقتي هقدم لكم آخر خطوة في تسجيل لشركة ليو اللي هو هينزل لي فيها الكورس المجاني. أول حاجة هنلاقي 4 شروط على ايدينا اليمين فوق، هدوس عليها، هختار خانة My Products، بعد كده هختار Purchase Product Pick، هدوس عليها، هاجي عند التن تن تن وهمشي كده، هعمل اول حاجة داونلود، هدوس عليها، هيظهر لي زي باركود المفروض على اي تليفون، انا هدوس عليه وهعمل كوبي، بس انا عندي هنا في التليفون مش بيعمل، فانا هاخده سكرين شوت وهحفظه عندي، بعدين هرجع تاني وهدوس برضو على 4 شروط عند برضو ماي برودكت، هدوس عند 10 10 10، هنزل تحت اعمل اكتيفيت ذا لاين كود تريننج، هدوس عليها، بعد كده هنزل تحت المفروض هدوس عند المربع الصغير، هنا بيطلب مني ان انا احط الكود اللي انا اخدته سكرين شوت، بس انتوا من عندكم ممكن تاخدوه كوبي وتجيوا تيجوا هنا وتعملوا بيست، فانا هضطر